بطنه من المغرب. لو النبي تعالي نطلب اكل من برا، ده صبري بتاع الفطير لسه فات. اهلا، واضح انا فرح الزاهد. عندي 19 سنه، كنت صغيره جدا قوي وحابيني جدا، وكنا كمال جدا وكيوت ولسه بقى في يعني فاهمه. واهلي بقى خلاص بقى حلين قوي، خلاص بقى لقيتي اول حد انت بتحبيه بقى هنقرا فاتحه، وعشان ايه عارفه الكلام ده هاجر. والله هو سافر، قال لي انا مسافر وراجع فجاه بقى له 6 سنين. عايزتي ام ستيل ويتنج. يعني بحس انا كان وانا صغيره دي كانت حلمي، عايزه ابقى شبهها وعايزه ابقى زيها، فبقى صديقتها جدا. بس انا اصلا شخصيتي زي، عارفه توم اند جيري، انا شخصيتي زي توم بقى، عارفه الغبي ده، شخصيتي زي الغبي ده. بصي بلاش السؤال ده، لا انا اخواتي بيدلعوني دلع وحش جدا. كارثه قوي؟ كارثه جدا يعني. اشتموني يعني. يعني كارثة من كوارث الدم. بس ممكن اللي اقدر اقوله مثلا لو كنت بقولي يا فوزي، ما تفهميش يعني، ده نوع من التهذيب ما اعرفش ايه صراحة. باربي احنا بنلعب انا واخواتي باربي، ونقعد لا احنا مامتي كانت تخش علينا الاوضه تلاقينا احنا بقى بصي يعني بنعمل بيوت، وبنقعد مثلا بيجي 3 ساعات، والله حرفيا 3 ساعات. بخاف من انا اجرب اي حاجه جديده، عارفه احساس اللي هو انا ما بحبش اعمل اي، يعني انا شخص روتيني، فمثلا اسافر بلد جديده لا مش عايزه، اخاف اجرب اكله جديده ما بحبش، يعني اي حاجه اتعرف على ناس جديده ما تلاقينيش انترستد اني اعرف حد، يعني شخص بخاف من اي اكسبيرينس جديده في حياتي. بستغفر كتير، فتلاقيني وانا قاعده في الاوضه بستغفر ربنا كتير، ويعني مثلا ممكن اختي النور تخش عليا وتعملي ايه، لا سيبيني انا دلوقتي بستغفر بعد كده اطلع لك. يعني مرحله ما في الحياه اكتشفنا ان مامتي she's suffering cancer، وان هي عندها كانسر. فأسعد في حياتي لما الدكتور كلمها قال لها يعني لا انت ما عندكيش حاجه وانت كويسه، يعني كان ده يعني انا عمري ما هنسى this moment، كانت لحظه حلوه جدا وبجد دلوقتي يا رب تشفي. شكرا واضح.